أنا اليوم بدهني حالي، بدهني شعب سوريا كله بتجديد العهد لرئيسنا الغالي الدكتور بشار، وإن شاء الله العهد اللي جاي يكون كله خير وكله محبة وسلام وتلتغي الحروب ويلتغي كل شيء هيك. دي اللي مرت على الشعب السوري إن شاء الله كلها بتزول، لأن سوريا غنية وسوريا كلها خير، والشعب السوري مؤمن بسوريته، مؤمن بوطنه، مؤمن برئيسه. قلعة دمشق، قلعة دمشق تعتبر من معالم سوريا. قلعة دمشق حكون عم غني بالليل فرحا وابتهاج بهالمناسبة بقلعة دمشق من خلال تلفزيون سما، وبهني تلفزيون سما على نشاطه، بهني تلفزيون سما بتشكره كمان اللي عمل قام بهالمبادرة وخليني اطلع احكي. بشكركم جميعا يا رب، يا رب تضل سوريا بخير، شعبها بخير، ورئيسها بخير، ايكم جميعا. سوريا بالقلب زهرة الياسمين، عرض أطيب شعر لسمو سوريا.